القادم صوت التاسع خيول فئة ثانية من الملاك والمدربين توجيه الخيول إلى أرضية الميدان لكل من سلطان الميدان نجم الشقب ديبالا بن رشيد وترو بالانس قام الجليل هذا اليوم بسم الله ما شاء الله البطل أو صاحب الثلاث بطولات وين التصفيق للبطل القناص للفحل ميلانو الأم بهير بهيرة بطل ميدان قانا الجليل هنا ومضمار هيدرو مغرفات بسم الله ما شاء الله القناص أول بطولة له كان عمره 4 سنين في ميدان هيدرو مغرفات شارك البطولة مع هجم الصخرة آنذاك بطل في عام 2014 هنا في قانا الجليل أيضا بسم الله ما شاء الله القناص نشوف إن شاء الله هذا الموسم هنا في قانا الجليل القناص أبو سند رح نشوفه ها إن شاء الله الله يوفقه الله يوفقه افتتاح للتهجين عند الأخ عباس عواودي أبو سند سلطان الميدان أول الداخلين إلى أرضية الميدان في هذا الشوط بسم الله ما شاء الله بالفعل سولاس جي ضيف شرف ميدان قانا الجليل القناص بطل الجليل عندما انتظاه آنذاك المدرسة سالم العقبي لما القناص بسم ما شاء الله ينطلق رجال اخرى من الميدان مع الخيال سالم العقبي بعمل تدريبي هنا في قانا الجليل كفركنا هو عند المنعطف الاول مع المدرسه سالم العقبي بسم الله ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على سيدنا محمد القناص سيشارك هذا الموسم ان شاء الله هنا في قانا الجليل هو يدخل إلى خط المستقيم يندفع مع خيال سالم العقبي هو يزيد من السرعة بسم الله ما شاء الله تبارك الله أتمنى له التوفيق وصلى على سيدنا محمد